ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام، وحييكم بتحية الفلاح العراقي. يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا وكل هلا تعطر هلا. معانا اليوم شجرة النيم، راح نتكلم عن روائع شجرة النيم وإن شاء الله في التقارير القادمة. حياكم الله متابعي الكرام. طبعا هذه هي شجرة النيم، هاي شجرة النيم اللون الأخضر، وعندنا شجرة النيم اللون الأصفر. هذه هي سبحان الله أوراقها بهذا اللون الأصفر الجميل. طبعا شجرة النيم هي موطنها معروف الهند أو شبه القارة الهندية، وتكاثر أو تنتشر في الدول العربية بكثرة في السودان واليمن والخليج العربي. تسمى في اليمن مريرة لأن أوراقها مرة، أما في الإمارات وعمان تسمى الشريش اسمها اللي لها. هذه شجرة النيم طبعا أيضا موجودة في مكة في الديار المقدسة، انتقلت عن طريق الزعيم العربي الراحل الزعيم السوداني محمد جعفر نميري، أرسل كثير من الشتلات والبذور إلى مكة وتم زراعته هناك شجرة النيم. طبعا بما أنها تنتشر في السودان، كان هناك في فترة من الفترات أحد الألمان وهاجمت أسراب من الجراد المحاصيل الزراعية وقضت عليها تماما، إلا أن لم تقترب إلى شجرة النيم. فلاحظ هذا الألماني هذه الملاحظة بعدم وصول أسراب الجراد إلى أشجار النيم ولم تغربها، ولذلك عملوا منها مبيد حشري عضوي. هذه هي شجرة النيم. حياكم الله متابعي الكرام، ها هي ثمار النيم، شجرة النيم. ومن فوائد شجرة النيم كثير من الشركات، مبيدات الشركات بدأت بإنتاج مبيد زيت النيم الحشري العضوي، وهذا هو زيت النيم عن الحشرات، مبيد عضوي أنتج من قبل شركات الأدوية. وأيضا من منتجات شجرة النيم فيها عدة منتجات دخلت ضمن مستحضرات تجميل. هذا الصابون ما شاء الله، هذا صابون النيم من هذه الشجرة، الشجرة الطيبة. هذه هي الثمار، وراح نتعرف عليها أكثر وأكثر وعن فوائدها إن شاء الله، ولو يعني من بعض من فوائدها. حياكم الله متابعيني الكرام، وراح نعطيكم إن شاء الله معلومات وافية وكافية عن شجرة النيم. شجرة النيم هنا في الخليج يبدأ بتغليمها في بداية الخريف، يعني في شهر 10 و11 تقليم جائر. هذا التقليم يساعدها أولا يكون مجموع جذري قوي، الشيء الآخر السماكة في الجذع، جذعها يكون قوي جدا. شايفين شلون الجذع ما شاء الله، وأيضا يعطيها كثافة في الأوراق والظل. هسه هنا شمس، هاي الجهة شمس، لكن شوف الكثافة الظل ما في فراقات. هذه ميزة. الميزة الأخرى هذه الأوراق، الأوراق طبعا كثير من الأخوة ينطونها للأغنام تأكلها. طبعا هي ليست رعوية ولكن طبية، هذه الأوراق تساعدها على قتل الديدان اللي في كرش المواشي. أيضا هناك معلومة عن شجرة النيم، لما نبدأ بتقليمها طبعا في الشتاء هي ما تبدأ بالتساقط الأوراق، أوراقها تصير صفرة، لكن لما نغلمها لا تزهر، ما في تزهير ولا في إثمار. هذه معلومة، لكن تكون عندنا شجرة قوية جدا متحملة وأيضا كثافة في الظل. شايفين شلون ما شاء الله،
خلكم معاي، راح إن شاء الله نكمل في مقاطع أخرى عن شجرة النيم. وهنا متابعيني الكرام، هذه شجرة النيم، نلاحظ شجرة النيم هذه غير مغلمة، يعني ما مر عليها تغليم. شوفوا يعني الأغصان متهدلة رخوة، كثافة في الظل أو في قليلة جدا هذه الفراغات. شوف فراغات، شايفين كيف يعني شلون الأغصان رخوة، لما تقلم راح تكون كثافة في الظل. طبعا نلاحظ هنا الثمار، هذه الثمار طبعا نهاية الثمار، نحن الآن في نهاية الثمار، هاي ثمارها انتهت الثمار أو آخرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي الكرام، يا هلا وكثير الهلا بيكم، يا هلا وكل الهلا. طبعا سروح النحل على أزهار النيم، هذه شجرة النيم، والآن وقت التزهير، تاريخ اليوم 2/5، ونلاحظ هنا النحل يسرح على أزهار شجرة النيم. طبعا الآن وقت التزهير والإثمار أيضا، هذه هي شجرة النيم. ما شاء الله نرى النحل يتهافت على أزهار، تقبلوا تحيات محدثكم مبارك الزهيري. طبعا هذه هي شجرة النيم، ونلاحظ المادة التي تخرج من جذع شجرة النيم أو الصمق، هذا الصمق الذي تفرزه شجرة النيم. طبعا هذا يستخدم في الهند كمادة منشطة ومقوية، وأيضا بحسب الأخوة المعالجين في الطب البديل، هذه هي المادة تستخدم كمضاد حيوي، هذا الصمغ الذي تفرزه شجرة النيم من الجذع.